القمر الأزرق، القمر الأحمر الدموي، والقمر الأسود، ظواهر فلكية عدة أدت إلى تسمية القمر بهذه الألوان، فما حقيقتها؟ القمر الأزرق اصطلاح لا علاقة له باللون الفعلي للقمر، وإنما يحدث في ظل ظروف جوية معينة تزامناً مع حدوث 4 بدور في فصل واحد، وكان أمس في بدره الثاني، وقيل عنه عملاقاً لأنه كان في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره. القمر الأحمر الدموي ليس مصطلحاً فلكياً رسمياً، تسميته ارتبطت بلونه أثناء الخسوف الكلي للقمر، عندما يصل جزء بسيط من ضوء الشمس إليه ليبدو أحمراً متوهجاً. كذلك القمر الأسود، فهو ليس مصطلحاً فلكياً أيضاً، وإنما لونه يرتبط بظهوره مع الشمس بخط الطول الإهليجي، ولا يكون مرئياً من الأرض، والنجوم المحيطة تبدو أكثر وضوحاً في السماء، فيبدو أسود. إذن ما هو اللون الحقيقي للقمر؟ العلماء يؤكدون أن باطن القمر يحتوي معادن تعطيه لوناً يتراوح ما بين الأحمر إلى الأزرق الداكن،